السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز واللعاب جاك، لعاب يبددان كل الشائعات والأكاذيب، يعني والحكايات باللي يحرب بيناتهم. هاي 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 ما كان والو، هاك يلعب هذاك يلعب، المكان الاقوى اللي يكون محضر. وكو تشوفوا هذا جاك مع اسطنبول، روحوا تفرجوا كيفاش يلعب من التحركات تاعو، وتشوف محرز. اي والله ما كيف كيف كيما انا كنتو تقولوا صلاح محرز، صلاح محرز، بصح كل واحد والمكانه تاعو، كل واحد لاكاليتي تاعو. الناس كي تحكم لاكاليتي تاع اللعاب، ماشي المكانه تاعو، ماشي القاب. دي فوا ميسي ما دا والو، يعطوه احسن لعاب في العالم، ماشي كيف كيف. وين اتضح ان كل الكلام الذي قيل عما سيحدث من حرب باردة بين الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والوافد الجديد لنادي الدولي الإنجليزي جاك، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التنافس على المكانة الأساسية في كتيبة غوارديولا ليس لها أي أساس من صحة، بعد أن اتضح أن اللاعبين نسج علاقة صداقة في وقت قياسي. اللي ما كاينش الناس هو العميل، اي الهضره باطل الهضره. قلنا لكم والله ما كان والو، ما كاش واحد مسالم كيما رياض محرز. محرز ما يقري واش داروا فيه، واش داروا فيه في 2018 2019 2020، واش داروا فيه؟ بصح ما حوش عليهم. قاعد يخدم رياض محرز، رياض محرز يعرف يخدم، خدم في لي زونترمو باش يوصل. هذه هي رياض محرز، ماشي قضيه تاع غادي يشوف الفلية ودي. لا، رياض محرز عنده التيرا، رياض محرز يبغي التيرا، يبغي يلعب التيرا. ناس برك تهدر برك هذا مكان. وين نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية يوم الجمعة صورة تجمع رياض محرز وجاك وواكر وهم بصدد مغادرة أحد أشهر مطاعم المدينة مانشستر، بعد أن تناولوا وجبة العشاء ليلة الخميس الماضي، وهو الأمر الذي لا يحدث في عالم كرة القدم المحترفة إلا ما بين أصدقاء مقربين. الأمر الذي يعني أن جاك اختار محرز كصديق أول في المان سيتي، على اعتبار أنه يعرف والكار أكثر مع المنتخب الإنجليزي، وتربطه علاقة صداقة معه منذ فترة طويلة. يعني هو كي راح المحرز وكي يهدر مع يوم اعتارف برياض محرز، دونك لي يجي لمانشستر سيتي اي لاعب يعترف برياض محرز، مش كيما نهار محرز راح لمانشستر سيتي صاب لي فودات اودعمي، صاب جدور اودعمي. لازم تفهموا هذه يا صاحبي. الى ذلك، وين سلطت الصحيفه البريطانيه الشهيره والمعروفه بمتابعه اخبار نجوم ومشاهير الضوء على نقاط تشابه بين النجم الجزائري والدولي الإنجليزي بعيد عن الملاعب وكرة القدم، وكشفت عن تشابه ذوق اللاعبين في الملابس والموضة في خلال حديثهما عما ارتداه اللاعبين خلال خروجهما لتناول وجبة العشاء. أكد أنه ارتدى نفس نوعية اللباس، قميص أبيض وسروال جينز من نفس النوعية، ما يبرز حسب نفس المصدر من تشارك محرز والنجم الدولي الإنجليزي في نفس الذوق. وتأتي خرجة هذا اللعاب الدولي الإنجليزي الأولى إلى أشهر مطاعم مدينة مانشستر رفقة محرز كصديقين مقربين، لتؤكد ما تم تداوله في وقت سابق عن أن النجم أستون فيلا سابق من أكبر المعجبين بإمكانية الدولي الجزائري ومهاراته الفنية الخارقة للعادة، يعني منذ أن كان لاعب في لايستر سيتي وقيادته للأخير للتتويج باللقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في إعجاز يصعب تكرره خلال السنوات القليلة المقبلة. وكان اللاعب الدولي الإنجليزي كان صرح أيضا
عند انضمامه إلى المان سيتي بأنه قرر مغادرة أستون فيلا والبحث عن المستوى الأعلى بعد مباراته الدور النصف النهائي لمسابقة دور أبطال أوروبا الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي عرفت تألق رياض محرز بتسجيل هدف الفوز من مخالفة رائعة ذهاب قبل أن يبهر في لقاء العودة بتسجيله للثنائية، ما يؤكد أن النجم الإنجليزي من أكبر المعجبين برياض محرز ويفضل أن يلعب إلى جانبه بدل أن يتنافس معه على المكانة واحدة في التشكيلة الأساسية. شو الناس تحضر درس الإعلام، هذا هو الإعلام. مش عم خطر نقول لكم يا ودي الناس يكذبوا عليكم، الناس منا كي ولاو يكذبوا ولاو يزعفوا منا. انا ما تزعف مني ما زعف منك يا صاحبي، انا نقول لك باللي راك غلط ماشي انتقاد مليح للصري غلط. انا الناس كاين اللي عيط لي شو بيضك غلط في هذيك، نستعرف ناس عم يشوف بصح واحد ينتقدك يا خويا راك غلط. واحد لازم يحترم الناس اللي يشوفوه، ما كان والو رانا نشوفوا بلي ما كان والو. علاش نروح انايا يعني على هذيك نقولوا بلي وين محرز وجاك هذا لعاب دولي انجليزي وين يعني نفذوا كيما نقول لك حنا كذبوا كاع الشائعات تاع الحرب البارده وغادي من وراخر راه يقول من وراخر غادي يقول منا غادي نضرب بالشفره وكوما ايه تما بقى غير شويه تقولوا لنا بلي دابزين بالشفاري بالخدامه في السطاد. كاش من هذا يعني قادر يلعب، قادر هذاك جاك يجيبه يلعب صانع العاب ويقيس فوندان ويخلي ذاك ستيرلينغ يخليه يزيد يتعلم يقيسه للشبيك ويدير فوندان محرز يعني ويلعب بالجاك هذاك صانع العاب يخدمه صانع العاب يلعب بجانب محرز. حنا كيما يقول لك حنا نحوسوا على محرز يلعب باش المنتخب الوطني الجزائري، باش المنتخب الوطني الجزائري يا ولدي. انا والله اللي طلع لي ليكيب ناسيونال اليوم، انا شفت انا اخوك سموه عطال يلعب بوداوي يلعب، تشوف لعابه جزائري عاودي يولي، تشوف كيما بن ناصر عاودي يولي، تشوف تريح. علاش تفرح علاه انت؟ هذه اللعابه كيولوا يلعبوا علاش تفرح انت؟ تفرح تخمم على ليكيب ناسيونال تاعك. ماذا بيك احنا كمناصرين ماذا بينا نشوفوا اللعابه في المستوى العالي دائما في المستوى تاعهم؟ خاص تعرف بلي راه في المستوى مورال طالع يجيك يلعب لك هنايا يمد لك شتاكين ويروح يمد لك 90 دقيقه اش غادي يقعدوا معك غادي يقعدوا معك من التروت اوت 7 اوت 8 اوت ما تقرر اكتوبر باش يجوا. شو كيفاش هذيك من نقارعوا لهم حنا اش غادي يجي ان شاء الله بربي يكونوا لاعبين لعابه يكونوا لاعبين خاطر على دي بي سيزون كلش انطلاقه ما تكونش كيما نقولوا حنا في الوسط وفي النهايه وكلش تكون انطلاقه شويه ثقيله. ماذا بينا يكونوا لاعبين اللي لاعب ثلاثه تاع لي ماتش اربعه تاع لي ماتش في طول نستغلوهم يجي يفرغ لك لهنا مع ليكيب ناسيونال يجي يمد لك ليكيب ناسيونال. هذه اللي نحوسوا عليها، هذه اللي نتمناوها ان شاء الله بربي. وما الناس اللي تهدر على اعلام يهدر لك محرز راه رايح منا اخر رايح منا اخر رايح منا منا بعد ما تصيب والو ما كان والو. قلنا لكم خاصه عم خطا نقولوها لكم عرفتوا قال انت اعطونا انتقالات هاي الناس هاي تلعب الناس غادي ان شاء الله غادي تلعب والناس غادي تلعب وتكمل السيزون تاعها خاطر لا ما كيف تعمل ما فهمناش ويا غي ما مكان ما يكون الفيد برك يكون الفيد الناس تدي تجر الغاشي واحد دايكم هاك واحد جايبكم هاك واحد دايكم هاك ما حتى اليوم كان والو ما حتى اليوم ما تصيب والو. هذا هو الاعلام ما واقع اللي يتكلموا على الصوالح. بصح كي نجي نقول لكم شي تعب واش تقول لي بلي تكذب في فلان ولا تعاير في فلان؟ لا راني نقول لك انت راني نقول لك تلك تشوفيها وانا فلان خاطر هذاك كي تقول له انا تكذب يزيد يكذب اعلام كي تقول له تكذب يزيد يكذب عليك. هذا هو الاعلام. حنا الحمد لله ربي محرز راه باقي في احسن فريق
في احسن نادي، اي لا في احسن نادي. الناس اللي ما بغاش ما عرف كيف، ما فهموهاش ولا فهموها وما بغاش يفهموها ولا ما فهمتش عليها. لازم يلعب لك في احسن نادي ويخلص الصالير تاعو ويدي امتيازات ويدي ناس. هو يعرف، ويعرف انت تحضر ما تحضرش عليه، الله يسامح. بصح هو راه عنده في راسه شيخ. حنا على ذلك نتمنوا موسم يكون شباب المحرز.